اليوم موضوعنا يحكي عن سمكة الفوغو، وهي أخطر سمكة بالعالم، ورغم خطورتها يتناولوها اليابانيين، ثمانية. وهي الأشهر سمكة بالعالم، والأكثر الأسماك شعبية في مناطق اليابان. ثلاثة. وبالنسبة للطبق سمكة الفوغو، يقدم أكثر من 3800 مطعم في اليابان، ويمنع بيعها في الدول الاتحاد الأوروبي، ويحتوي داخل جسم السمكة مادة سم الثيانيد. أربعة. وبالنسبة للسم اللي بداخلها يكفي لقتل 30 شخص، وماتوا 175 شخص باليابان، ويتواجد السم في الهيكل العظمي والقلب والعينين والكلى. خمسة. ولازم الطاهي أو الشيف عنده رخصة من وزارة الصحة اليابانية، وحتى يقدر يحصل على هاي الرخصة لازم يتدرب 5 سنوات متواصلة حتى تصير عنده مهارة، وحتى يحضر طبق سمكة الفوغو بصورة صحيحة. ستة. وأخيرا، ويمكن لسمكة الفوغو التزاوج في المحيطات المفتوحة من خلال قيام الذكور بدفع الإناث بصورة بطيئة، وتقوم الإناث بوضع بويضاتها الكروية، وبعدين تصير عملية التفقيس من 4 إلى 6 أيام.